أيها الطلاب الكرام والأصدقاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم القراءة. في هذه المناسبة ألقي أمامكم خطبة عن أهمية القراءة. هذا موضوع مهم في الوقت الحاضر، ولا شك أن القراءة تموت شيئا فشيئا بين الناس في العصر الحديث. أيها المستمعون، علينا أن نقرأ متواليا لنعرف عن قديم ومعاصر وآت. لا ننسى أن الكتب المسجلة هي توثيقات لامعة للسابقين، فيها ثقافاتهم وحضاراتهم، وعند قراءتها نحصل على معلومات عديدة، والتاريخ قد دون خصالات أسلافنا في توثيقات متفرقة مثل المقالات والأشعار والقصص والروايات. فإذا قرأنا هذه السجلات الأدبية والفنية والحقيقة، نشعر أننا قد وصلنا إلى ذلك الزمن الغراء، ونستطيع أن نمتص من قراءتها أحوال تلك الأيام الغنية. كيف ندري عن معلوماتنا السابقة إلا بواسطة القراءة العميقة والواسعة؟ فليست القراءة للشهادة المدرسية والجامعية فقط، بل القراءة لإدراك المضامين المقروءة. كما قال المدرس كنيوني: إن تقرأ وإن لم تقرأ تنمو، فإن تنمو قارئا تثمر وإلا تعوج. لذا قال العلماء: القراءة والمطالعة للبحوث تضيء إلى معارف لم تكسب حتى الآن، يستفيد منها الناس في مختلف مجالات حياته. نستطيع من قراءة الفرد على موازنة شخصيته من جهة خيره وشره، فالخير اختيار كتب متوفرة بالمعلومات والمعارف، فالشر اختيار كتب توافق شخصيته الرذيلة وميولاته القبيحة. فالقراءة الحسنة تهدي إلى المحاسن، وعكسها تقود إلى المفاسد. فالثقافة الاستهلاكية قد كانت سببا إلى إفساد عادات القراءة القويمة. تنشر المعاهد الاستهلاكية كتبا تثير العواطف المختفية في الإنسان، فعلينا أن نتركها إلى الوراء. ومن هذه جميعا نفهم أن القراءة ستساعدنا في تكييف شخصيتنا وتنمية فكرنا وتوثيق اعتقادنا. قد أشار القرآن الكريم إلى هذه في أول نزوله بآية شريفة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونحوها قد قال سيد محمد كويا للطلاب: اقرأوا اقرأوا ثم اقرأوا. فعلينا أن نمكن الجو التربوي في البيت والمدرسة لتقوية القراءة، ونسعى للبحوث والاكتشافات الجديدة، هكذا نخلق ثقافة جديدة واعتقادا مرموقة. واجب أن تكون في المدرسة مكتبة وافرة وزاوية القراءة، وأن يكون في كل قرية دارا للقراءة. أختتم كلامي مع الدعاء والسلام: وفقنا الله للتفهم والإدراك من قراءة إيجابية. شكرا لكم.